السلام عليكم يا جماعة، والنهاردة جانا فيديو جديد ازاي تنقذ نفسك من الغرق لو وقعت من مركب او وقعت من اي مكان بسهولة تامة. اول حاجة نبص على الفيديو كويس. انا برفع راسي لفوق واخد نفس، اشهق نفس جامد جدا وانزل دقني على صدري. هنبص تحت المية، ما بتحركش نهائي، انا ثابت ضمم رجلي عليا وضمم ايدي جنبي وسايب جسمي خالص المية بتشيله. هعملها تاني، هاخد نفس لفوق وانزل. بصوا المية نزلتني لتحت وهتطلعني لفوق وتنزلني وتطلعني، بعد كده تثبتني على وش المية زي ما انتوا شايفين. خلاص انا كده ثبت، دي اسهل طريقه. حاجه تانية، لما تيجي تحرك رجليك عشان تعمل عجله حركها بالراحه وابعد الركبتين عن بعض. لو ضمتهم على بعض مهما عملت هتغرق، لو فتحتهم بعيد عن بعض وشغلت بالراحه هتطلع لفوق على وش الميه. والحاجه الاخيره، وانت بتعمل عجله واخد نفس، ارمي صدرك لقدام، لانك لو رميت صدرك لورا هيحصل ايه؟ هتبص تلاقي نفسك بتغرق. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واتمنى اللايك والشير، وما تنساش تتابعنا على اليوتيوب وعلى التيك توك. سلام عليكم.